هلو، guten Tag، wie geht's euch؟ geht's gut؟ ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ اخباركم؟ النهارده هناخد الارقام من هنراجع من 0 ل 10، وبعد كده هناخد من 11 لحد 20. نراجع كده مع بعض. 0 يعني 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 بقى يعني 1000 مع بعض كده تاني نخ ايمال 1000 1000 12 12 12 12. طيب بعد كده هناخد ايه؟ كل يعني انت في العربي كده مثلا بتقول ايه؟ بتقول الثالث عشر، الرابع عشر، فرقم 10 ورقم 3 او 4 او 5. فاحنا لما نحب نقول 13 هنقول ايه؟ الثالث عشر. طب نعملها كده بالالماني، 3 يعني ايه؟ دغاي، 10 يعني ايه؟ تسين. فلما اجي اقول 13 هقول دغاي تسين 13. طيب 14 نفس النظام، فير تسين فير تسين. طيب 15 فنف تسين تاني فنف تسين. طيب لما اجي عند 16 بقى في تركيه صغيره كده لازم اخد بالي منها، هي 6 يعني ايه؟ 6. طب تعالي نقولها كده 6 تسين جلسه، صح؟ فالالمان عملوا ايه؟ راحوا شايلين الاس اللي في اخر 6 فبقت زش زش تسين زش تسين زش تسين. طيب 17 7 يعني زيبن، لما اقول زيبن تسين تقيله ورخمه وطويله، فالالمان عملوا ايه؟ برضو راحوا شايلين الاي ان فخلوها ايه؟ زيبت سين زيبت سين. 18 8 يعني اخت، فبقت اخت تسين. 19 نفس النظام، 9 9 سين 10، فبقت 9 تسين. طيب 20 اتسفانسش اتسفانسش. طيب نراجعهم مع بعض كده نخ ايمال 0 1 1 2 2 دغاي دغاي فير فير فنف فنف زكس زكس زيبن زيبن اخت اخت نوين نوين سين سين. طيب الف الف تسولف تسولف دغاي تسين دغاي تسين فير تسين فير تسين فنف تسين فنف تسين زش تسين زش تسين زيب تسين زيب تسين اخت تسين اخت تسين نوين تسين نوين تسين سفانسش سفانسش. اوكي يا شباب، اشوفكم المرة اللي جاية. اوفيدا هوغن.